أهلا وسهلا ومرحبا بكم متصفحي موقع zayusity.com. اليوم كنا بصدد إنجاز ربورتاجا حول سيدة اختفى زوجها في ظروف غامضة. السيدة من مدينة زيو تناشد جميع المواطنين والمواطنات لمساعدتها في إيجاد زوجها المختفي عن الأنظار الذي كان يشتغل في التهريب في قارب المطاطي حسب قولها من موريتانيا إلى الدخلة عبر الحدود الموريتانية المغربية، ومنذ ذلك الحين لم تسمع عنه أي خبر. أترككم مع قصة الزوجة لتحكي لنا عن معاناتها وعن زوجها المختفي. معكم يعني نسيده يعني بنت زيو من المنطقه ديال زيو. يعني فاش كانت عندي 18 عام فاش تزوجت، وكان راجل ديالي يعني هو ولد بني ملال، الحمد لله بخير وعلى خير. زدنا الولد الاول والولد الثاني، كان خدام يعني كان خدام موريتانيا يعني للداخل كيجيب في التدخين، من خدام في الكارو كيخرج الكارو من موريتانيا للداخل. دابا هادي عام باش تختفى ما بقيت سمعت عليه حتى شي خبر. يعني مشى هو وخوه، يعني صافي يعني صافي تقطعات المكالمه والهضره وكلشي، ودابا ما بقيت سمعت عليه حتى شي خبر. يعني دابا يعني قلت لك كما قلت لكم مشى هو الاخ ديالو، يعني مبقاش بانو. دابا انا اللي كان طلبو يعني غير اللي شافو ولا يعني تعرف عليه، ولا الصوره نتا هو راه درتو في الشاشه ونما تليفونو. يعني ملي يعني نورمالمون الناس يعني الاغلبيه كيقول لي بانهم مشدودين في موريتانيا، وانا يعني الله اعلم يعني ما عرفاش الحقيقه نيشان يعني يعني واش مشدودين ولا ميتين ولا حيين ولا الله اللي كاين. يعني انا الزوج ديالي والاخ ديالو ما عرفتش يعني واش مشدودين في موريتانيا ولا في الداخل ولا في الجزائر ولا الله اللي كيعلم. يعني مهم انا غادي تصورتو عليا في الشاشه ونما التليفون اللي تعرف عليه شي حاجه ولا يعلم لينا. الله يحميكم والديك، كنشكركم. المهم احمد انا كنقول لك يعني لا كنتي يعني لا كتشوفيا ودابا وكتسمعني، يعني داري ولادك راه ديما كيبكيو عليك وديما يعني انا بغيت غير نطمئن عليك، وها يعني غير تكون انك في الحياه وصافي. يعني كنتمنى من عند الله. وانا راني تقهرت بصح نيت، والله راني تقهرت يعني ما خدامه ما والو، راه جوج مسؤوليات عليا انا وتا واحد ما كيساعدني فيهم، ولا دار لا دوار ولا والو. غير اني الناس اللي عطوني هاد الدار هادي راني ساكنه فيها، ولا اله الا الله محمد رسول الله وصافي. يعني اللي كنطلب منكم الخوت يعني الله يجازيكم بخير انكم تبارطاجيو يعني هاد الفيديو هذا، يعني ربما يبان شي واحد يكون عارفه ولا شي واحد يعني يسمع لي شي خبر، ولا يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. راني تقهرت مبقيت عارفة لا فين نمشي ولا فين نجي ولا حتى شي حاجة. يعني دابا الخوت شنو نقول لكم، يعني كما قلت لكم يعني عام هادي باش الراجل يعني مشى وتقهرت. يعني راكم عارفين يعني المغرب ديالنا كيداير العيشة صعيبة فيها وكلشي صعيب فيها. دابا يعني كما كنقول انا ما بغيتش نبين الوجه ديالي، حيت يعني اول مرة غيوقع لي هاد المشكلة هادي. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه تقهرت عاد طلبت عاد من الخوت يعني عاد يديروا لي هاد الاعلان هادي، يعني باش فيها خير ان شاء الله. ربما ان شاء الله يبانوا، ربما ان شاء الله يا ربي، ولا اله الا الله.